يعني بتقييمنا للمشروع الذي مر بمراحل ثلاث منذ العام 2007-2008 وحتى اليوم، هناك العديد من النتائج والمخرجات، ابتداء ببعض الأدوات الفنية اللازمة لتدريب كوادر النيابة العامة، ومنها دليل إرشادي لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها. أيضا هناك دليل لإجراءات التوقيف من قبل المحاكمة، حيث اخترنا التوقيف ما قبل المحاكمة لمعالجته كأسلوب من الأساليب الوقائية لحظر التعذيب ومنع التعذيب. فكلما كان التوقيف في أضيق النطاق وفي أضيق الحالات، كانت هناك الاحتمالية لحصول التعذيب أقل بكثير. أيضا كان هناك لقاءات مع شركاء لنا في مناهضة التعذيب، سواء على المستوى الرسمي الأمن العام، وكذلك أيضا على مستوى المؤسسات الوطنية، ونذكر منها طبعا أكيد المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث كان هناك تنسيق دائم بيننا وبينهم. أيضا هناك تنسيق مع شركائنا في مؤسسات المجتمع المدني، ومنهم مجموعة ميزان لحقوق الإنسان. هذه أمور يعني كانت من المخرجات الجميلة، وإيجاد آليات جميلة للتعاون معا لمكافحة ومناهضة التعذيب.